اهلا بيك في كورس تعلم اللغه الانجليزيه من الصفر وحتى الاتقان. بسم الله الرحمن الرحيم، انا حاتم سميكا وانت دلوقتي بتتفرج على كورس اللغه الانجليزيه على قناه حاتم سميكا. دي الحلقه 15، تعالوا نشوف اجابات الكويز بتاع الحلقه 14 ونرجع لبعض تاني. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا لأنها تتكلم عن شيء مهم، هو الصفات. الصفات هي كل ما يصف الاسم، وفي تعريف كده دايما شائع بيقول الصفة كلمة تصف الاسم وتأتي قبله. تعالوا الأول نشوف يعني إيه الصفة تصف الاسم وتأتي قبله، وبعدين نتكلم عن الصفات بالتفصيل. الصفة أصلا ليها مكانين في الجملة، يا إما هتيجي في المكان ده يا إما في المكان ده، يا إما هتيجي قبل الاسم علشان كده بنقول الصفة تصف الاسم وتأتي قبله، يا إما هتيجي بعد verb to be بعد فعل يكون. قبل الاسم يعني مثلا ممكن أقول رجل طويل tall man، ممكن أقول شجرة خضراء green tree، وهكذا. يبقى الصفة أيا كانت الصفة دي لون أو صفة، الصفة تأتي قبل الاسم الموصوف وده المكان الطبيعي، أو إنها ممكن تيجي بعد verb to be. يعني ممكن أقول مثلا the man is tall، يبقى أنا قلت is يعني يكون وبعدين قلت tall بعدها اللي هي الصفة، أو the tree is green. فبالتالي الصفة كلمة تصف الاسم لأنها وصفت الرجل ووصفت الشجرة، ما ينفعش تصف الفعل طبعا، فهي كلمة تصف الاسم وتأتي قبله أو تأتي بعد verb to be بعد فعل يكون. الصفات في اللغة الإنجليزية أصلا نوعين، غير طبعا الصفات الشاذة، في صفات قصيرة وفي صفات طويلة. وكلمة قصيرة هنا مقصود بيها مقطع واحد، يعني وانت بتقولها على مقطع واحد، مش بتتقسم لأكثر من مقطع. وفي صفات طويلة ذات أكثر من مقطع. صفات قصيرة مثلا زي كلمة tall طويل، short قصير، دي اسمها صفات قصيرة ذات مقطع واحد، وانت بتقولها مرة واحدة. وفي صفات بتتكون من أكثر من مقطع، زي مثلا كلمة interesting يعني ممتع أو شيق، زي كلمة exciting يعني مثير. هتلاقي إن الكلمة أو الصفة هنا تتقسم إلى أكتر من مقطع، وعلشان كده بيسموها صفات طويلة. ولأن حلقة النهاردة بتتكلم عن الصفات، فأنا هاخد الجزء بتاع الكلمات اللي أنا بديهولك كل حلقة هخصصه النهاردة للصفات. يعني أنا هبدأ دلوقتي أتكلم معاك في الصفات، هديلك الجزء الخاص بالكلمات عبارة عن صفات ومعناها، وهاخد النهاردة صفات قصيرة مش صفات طويلة، علشان الصفات الطويلة هخصص لها حلقة لأن في قواعد ليها علاقة بالصفات الطويلة، فعشان كده أخلي قواعد الصفات الطويلة مع كلمات الصفات الطويلة. تعالوا دلوقتي نقول بعض الصفات القصيرة، زي مثلا tall طويل، short قصير، fat تخين، thin نحيف أو رفيع، fast سريع، slow بطيء، small صغير الحجم، big كبير الحجم، lazy كسول، clever ماهر أو شاطر. قلت لك من شوية ان الصفة مكانها يا اما قبل الاسم يا اما بعد verb to be. قبل الاسم زي مثلا هدي لك مثال this is a tall man، ولو هي بعد verb to be هيبقى this man is tall، فبالتالي ده المكان الطبيعي بتاع الصفة. بس هنا انا مش بقارن الراجل ده بحد، بقول ان الراجل ده طويل. انما لو انا عايز اعمل مساواة ما بين اتنين في صفة قصيرة، لان احنا اتفقنا ان الصفات اللي احنا قلناها دلوقتي صفات قصيرة ذات مقطع واحد، لو انا عايز اعمل مساواة ما بين اتنين في صفة قصيرة الموضوع بيختلف، بيبقى في قاعدة خاصة بالموضوع ده. بكتب اسم الشخص الاول وبعدين verb to be يعني فعل يكون، يعني فلان ده يكون، وبعدين as والصفة واز، as tall as يعني في نفس الطول، وبعدين اسم الشخص التاني. فيبقى المثال he is as tall as his friend، she is as clever as her sister، وهكذا. يبقى أنا لو بعمل مساواة ما بين اتنين في صفة قصيرة لازم يبقى القاعدة بتاعتي اسم الشخص الأول
او ضمير ينوب عنه زي ما اتفقنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت، وبعدين verb to be فعل يكون، وبعدين as والصفة واز. بس خد بالك ان الصفة هتبقى بدون اضافات، لان في قواعد بعد شوية هقولها لك بتضاف للصفة حاجات، لكن القاعدة بتاعة المساواة لازم يبقى as والصفة بدون اضافة، واز as من هنا واز من هنا والصفة في النص بدون اضافة، وبعدين اسم الشخص التاني. اما بقى لو انا بعمل مقارنة ما بين اتنين في صفة بقول ان ده افضل من ده، ده احسن من ده، فلان اطول من فلان، فلانة اقصر من فلانة، هنا انا بعمل مقارنة ما بين اتنين مش مساواة. في المقارنة القاعدة هنا لازم تكون اسم الاول verb to be فعل يكون، الصفة er than اسم التاني. خلينا نشرح واحدة واحدة. ليه اسم الاول هقول فلان يكون verb to be فعل يكون، وبعدين الصفة و er، لانك لما بتضيف للصفة er بيتحول معناها من tall اللي معناها طويل ل taller اللي معناها اطول، من short اللي معناها قصير ل shorter اللي معناها اقصر، من big اللي معناها ضخم او كبير الحجم الى bigger اللي معناها اكبر. فبالتالي انت لما بتحط er للصفة بتجيب الدرجة الاعلى، بتقارن، بتقول ان فلان ده احسن من فلان ده. وبعدين كلمة than اللي معناها هنا في المقارنة من، وبعدين اسم التاني. فلما اقول مثلا ان he is taller than his friend، he يعني هو، is يعني يكون، taller than يعني اطول من his friend صديقه، he is taller than his friend هو اطول من صديقي، she is cleverer than her sister هي أكثر مهارة، هي أشطر من أختها، أو the elephant is bigger than the lion الفيل يكون أضخم من الأسد. خد بالك إن bigger أصلا B-I-G، ولكن أنا لما جيت أحط E-R هنلاحظ إن أنا ضعفت الجي، خليته دبل جي. ليه؟ لانه ببساطة شديدة جدا اي صفة بتنتهي بحرف ساكن وقبل الساكن ده واحد من الحروف المتحركة اللي احنا قلنا عليهم في حلقات قبل كده، لازم لما تيجي تضيف للصفة ER تضاعف الحرف الساكن الاخير فتخليه دبل. فلو هي big B-I-G هتتحول الى bigger B-I-G-G-E-R. انا كده اتعلمت ان احط الصفة لوحدها في جملة، وهقول مثلا ان he is a tall man او this man is tall، ده لو الصفة لوحدها قبل الاسم الموصوف او بعد verb to be. وتعلمت ازاي اعمل مساواة ما بين اتنين واقول الاتنين دول زي بعض، he is as tall as his friend. وتعلمت ازاي اقول ان في واحد احسن من واحد واعمل مقارنة ما بين اتنين واقول he is taller than his friend، عايز اعمل تفضيل. التفضيل يعني عايز اقول ان الشخص ده او الشيء ده احسن من كل الناس في هذه الصفة، عايز اقول ان هو اطول واحد في عيلته، او هو يكون الاطول. بعمل ده ازاي بالانجليزي؟ بكتب اسم الشخص المقصود او احط ضمير ينوب عنه، وبعدين كالعادة بحط verb to be فعل يكون، وبعدين بكتب the اللي معناها ال، وبعدين بكتب الصفة زائد est the tallest معناها الاطول، the shortest معناها الاقصر، the biggest معناها الاكبر، the smallest معناها الأصغر حجما. فبالتالي ذا والصفة وإي سيتي معناها إنه أحسن حاجة في هذه الصفة. ولكن أنا ممكن أكمل وأقول مثلا the tallest in his family أطول واحد في عيلته، ممكن أكمل وأقول the shortest in her class أقصر واحدة في فصلها، وممكن ما أكملش. يعني ممكن أقول كده واسكت he is the tallest، وممكن أكمل he is the tallest in his family هو أطول واحد في عيلته. الاتنين صح والاتنين. ودلوقتي جه وقت الكويز، هنعمل اختيارات وحضرتك هتختار ما بين as then ولا the. في كل جمل تلات اختيارات قدامك، هتختار منهم واحدة as then ولا the. الجملة نمبر 1 بتقول she is not short as her friend، she is not short
as her friend. الجملة الثانية بتقول he is not tallest. He is not tallest. الجملة الثالثة the elephant is bigger not the lion. The elephant is bigger not the lion. This horse is not fastest. This horse is not fastest. The rabbit is faster not the turtle. The rabbit is faster not the turtle. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. أتمنى تكون استفدت منها وتكون نالت إعجابك. أتمنى كمان أنك تكون متابع الكارس من أوله، لأن ده بيفرق كتير جدا لما يبقى الكارس مبني على بعضه. أتمنى كمان أنك تشير الفيديو لكل أصحابك علشان الكارس يوصل لكل الناس، وأنك تشترك في القناة وتشرفني بمتابعتك للكارس. أشوفك الحلقة الجاية، إلى اللقاء.